مباراة المصارعة. هذا ما نريد، دعنا نلعب الكرة. تعالي سوف تضربين بقوة. وقفة النصر. هذا ليس بسببنا، صحيح؟ على الأرجح بسببنا، ولكن لا يمكنك أن تجعل بعض الأضرار الجانبية تقف في طريق وقفة النصر. لابد من أنكما تمسحان معي. كان هذا المتحف الجديد للفنون الجميلة أوع. أظن أن ما تحاول قوله هو شكراً. شكراً؟ أجل، من الجيد قولها عندما يقوم أحد ما بإنقاذ المدينة من حشرة فضائية. نحن آسفان يا سيدي العمدة، أظن أنه قد هل تنضم إلي من أجل حديث خاص بالأبطال الخارقين؟ لا يمكنك أن تعتذر من أجل تخريب بعض الرسومات. هل تدرك كم يبدو كلامك ساذجا؟ هيا، في السابق كان هذا يحدث لي طوال الوقت. علينا فقط جمع المال والدفع من أجل إصلاح الضرر. أجل، بهذه البساطة ماذا ستفعل؟ ستبيع الكعك؟ فكرة جيدة مستر ساركاستيك. أي أيها العمدة، لا تقلق بشأن الضرر، سوف نصلحه. حقا؟ وكيف تخطط لفعل ذلك؟ بطريقة الكابتن أتوميك. مباراة مصارعة خيرية على الطراز القديم. عليك أن تنجح في ذلك، وإلا فسأقوم باستخدام صلاحياتي كلها لأحرص على ألا تعود لحماية هذه المدينة. حسنا، إذا كنا نريد جمع أموال طائلة فلنجد شخصا يجعل الناس يتهتفون للمشاهدة. ما رأيك بتي أن تي؟ هيومن داينامايت. لا لا لا، سيفسد الأمر. وماذا عن ذا سكانك؟ إنه مقزز. مهلا، أظنني وجدته. ها هو مانتي مان. مدهش، هذا الرجل عملاق. عليك أن تراه عندما يغضب، يصبح لونه أحمر ويزداد ضخامة. يقول إنه قد تقاعد. مانتي مان المصارع الأخطر في العالم يحدث مفاجأة كبيرة عندما يعلن اعتزاله وخروجه من الحلبة. سنرى حقيقة ذلك. أو لا، لا يمكنني ذلك، انتهت أيام المصارعة بالنسبة إلي. لا نريد مباراة على المستوى العالمي. أجل، نريدك أن تذهب وتزيد من الحماسة فقط. لكن أخشى أن هذا ليس ممكنا. لماذا؟ ما المشكلة؟ هل يمكنك أن تشاركنا مهاراتك لليلة فقط؟ أقصد فكر بالأطفال. أوه، هذا العمل من أجل الأطفال؟ لا، ليس كذلك، ولكن اعتبره كذلك. لا أستطيع، لقد عاهدت نفسي عندما اعتزلت أنني لن أعود أبداً، فما أراده المعجبون هو المزيد والمزيد من الغضب. لم يهتموا إن آذيت أحداً، ولم يروا أن هذا الشيء يجعلني أفقد صوابي. أنا آسف جداً، لكنني لن أعود لفعل هذا. أظن أن البحث سيستمر. لن تعود لفعل هذا؟ هل تقول لي إن هذا لا يثير غضبك؟ ماذا عن هذا؟ هل يثير غضبك؟ من فضلك توقف. دع هذا الرجل وشأنه. أتريد جمع المال أم لا؟ ماذا لو رقصت مع صديقك الصغير؟ لا معك وشأنه، لكننا نقضي وقتا ممتعا. لقد قلت أعده إلى مكانه. عرفت أنك لم تتغير. حسنا، أظن أننا سنراك هناك. ماك، لنذهب ونزد من حماسة الأمور. يا هل تعجبك هذا؟ محاولة جيدة، تمكنت منك. استسلم يا فتى. أبدا. هل تنظر إلي أيها الساذج؟ من الأفضل ألا تكون كذلك، لأنه خطأ فادح. مر وقت طويل منذ أن شعر العالم بالغضب الذي يجري في عروق مانتي مان، واليوم يا أتوميك بابيت ستكتشف أنه عندما تنقذ وحشاً لا يمكنك التنبؤ بأفعاله. سترى هذا الوحش بأم عينيك ماذا سيفعل، وسترى أيضاً ألمي وقوتي، ولكن فوق كل هذا ستفاجأ وستشعر الليلة بغضبي الحقيقي. طوال هذا الأسبوع الجميع كان يسأل هل يمكن لأتوميك بابيت أن يكبح غضب مانتي مان، ولقد أعطيتهم إجابة واحدة فقط، وكانت الإجابة لا. وعندما تتحول الابتسامات إلى خوف وتمتلئ عيونهم بالدموع، سأضع يدي على كتفه وأقول ليس لأنه لا يمكنني، بل لأنني لا أريد. وسترى الليلة ستكون أنظار سكان ميجا سيتي متوجهة نحو حدث واحد. أريد أن يشعر مانتي مان بالخوف وأن يستشيط غضبا ويظهر ما بداخله، لأنه عندها سوف يعرف أنه حان الوقت لنقول ها
حان وقت أتوميك. نحن على الهواء مباشرة. هناك الكثير من الحشود المجتمعة حول حلبة المصارعة. مرحبا بكم جميعا من المركز الاجتماعي لميجا سيتي. سيتواجه عالمان هذه الليلة، واحد منهما سينجو. معكم ريكس بوردوكس على الهواء مباشرة من أمام حلبة المصارعة التي ستشهد أكبر المنافسات في تاريخ المصارعة المحترفة. ما الأمر؟ أوه صحيح، سوف تكون هذه المباراة من أجل عمل خيري. أوه يا للهول، لن نضيع المزيد من الوقت في الحديث. ها هما يسيران عبر الممر مع وزن يقارب 44 كيلوغراما صحيح؟ هذه المباراة لن تستمر طويلا. من ميجا سيتي إنهما أتوميك بابيت. ما رأيك بردة الفعل هذه؟ إنها مدهشة حقا. وخصمه القادم من أعماق نهر الأمازون ويزن 1773 كيلوغراما، إنهما نتيما. تعال وخذ المزيد. هل أنا أراه هكذا أو أنه أصبح أكثر ضخامة؟ على الرغم من المدة التي قضاها خارج الحلبة، يبدو منتيمان بحالة بدنية رائعة. شكرا عزيزي، أنت السبب في وجودي هنا. متأكدا من أنه سيجارينا بالعين؟ توقف عن القلق واتبع خطواتي. وها هو الجرس، وهناك صوت تحية قادمة من الزاوية. حسنا، ألقي بنا إلى الزاوية. يناور كلا الجانبين ليسيطر ومباشرة إلى الزاوية لنرد له الجميل. تعال يا إلهي، هذا كل ما لديك أيها المقزز. حسناً أيها الضغط، دورك لنرميك إلى الزاوية. يسيطر أتوميك بابيت الآن ويرد الضربة بضربة، وهو منتيمان يسقط أرضاً. ربما هناك أحد فقد مهارته. لا تأبه لكلامي. يبدو أن الجمهور ليس معجباً بما يرى. أظنك قلت سيدعونا نفوز. سيفعل، ولكن يجب أن يبدو قوياً. انظروا إلى حجم القوة التي يظهرها الآن. لو كنت مكان أتوميك بابيت لخرجت من هنا حالاً. وها هو يؤدي حركة القرد. حسناً، بدأ قوياً بما فيه الكفاية. يمسك بهما ويبحث عن طريقة. وها هما يقومان بحركة ويقفزان على الحبال، وضربة معاكسة. وها هي التبرعات تبدأ. وها هما يصعدان إلى الحبل ويبدو. من أين أتى هذا؟ وما الذي سيفعله بالعكاز؟ على أتوميك بابيت أن يفكر بعمق ويفعل ما في وسعهما ليفلتا من قبضته. ماك، أوه منتي الضخم. قد جاء فريقنا الطبي المختص. نتمنى ألا يكون الوضع خطيرا. يبدو أن منتي مان يشعر بالصدمة. سيعرف أن هذا كان خطأ صحيح. سأفعل هذا من أجلك يا صديقي. أنا هنا منذ وقت طويل، ولكن هذه المرة الأولى التي أرى فيها هذا. وينهال منتي مان بالكثير من الضربات عليهما. لقد خرج الوحش من قفصه ويشعر أتوميك بابيت بغضبه الآن. ماك، هذا لا يصدق، ما زال أتوميك بابيت متماسكين وهما يرفعانه. حسناً، يعرف أن هذه النهاية. لقد سقط أرضاً. واحد، اثنان، لقد أفلت منهما. هذا ليس جيدا. حسنا يا سيد، اتبع خطواتي. هل لديك افكار؟ قضى نزالا جيدا، ولكنني اخشى انه لم يعد هناك فرص. استمع ايها الضخم، لما لا تاخذ نفسا عميقا وتحاول ان تكبح غضبك قليلا؟ لقد قمتما بأذية معك. هذا لم ينجح. رجال الامن، نحتاج الى مساعدة هنا. انه خارج عن السيطرة ولديه كرسي معدني. هذا يكفي، اذا لم ينفذ الاتفاق فسننفذه بطريقتنا. يلوه بالكرسي. لقد ضرب نفسه. عليكم أن تصدقوا أن أتوميك بابيت يستغلون كل ثانية من هذا. أبرحه ضربا. إنها آلة أتوميك الضخمة. واحد، اثنان، ثلاثة. سيداتي سادتي، الفائز بفارق ضئيل فقط هما أتوميك بابيت. يا صديقي، لقد فعلناها. أعترف بأنها كانت مباراة رائعة يا أصدقائي. كنت أعرف أنك ستتمكن من فعلها، وماك قمت بتفادي الضربة جيدا. مهلا، أنت بخير؟ هل كل هذا كان جزءا من العرض؟ لن تخبره عن العرض الذي قمنا به؟ سيداتي وسادتي، حصلنا على التبرعات وجمعنا ضعف المبلغ الذي نحتاج إليه لبناء متحف جديد. هذا يعني أنه يمكننا أن ندمر مبنى من دون أي مقابل.
سأخذ. لا انتظر، هذا ليس عادلا، عد إلى هنا.